بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Exercice 1. عنا 3 urnes U, V, W وعنا 6 boules numérotées de 1 à 6. هدف السؤال بكم طريقة ممكن نوزع البول على الأورن بشرط أنه أي أورن ممكن يحتوي على الأكثر 4 بول. مثلا هيدا ديستريبيسيون للبول على الأورن. فإذا السؤال بيقول Étant donné 6 boules numérotées de 1 à 6 et 3 urnes UV et W, chacune pouvant contenir au plus 4 boules. De combien de façons peut-on placer les 6 boules dans ces 3 urnes? Solution. فإذا معنا 6 boules ومعنا 3 urnes. Étape 1. طبعا تسهيلنا للأمور بدنا نحاول نقسم الحل لأربع إتاب. إتاب 1. بالإتاب 1 رح نقول Supposons que chaque urne peut contenir les 6 boules. رح نفترض إنه الأورن U ممكن يساع 6 بول، الأورن V 6 بول، والأورن W 6 بول. Dans ce cas, le nombre de façons de placer les 6 boules dans ces 3 urnes est طبعا بدنا نستعمل البرانسيب ملتيبليكاتيف. أول بول عنده 3 possibilités لأنه أو بيروح أو على U أو على V أو على W. تاني بول كمان 3 possibilités. تالت بول 3 possibilités. الرابع 3 possibilités. الخامس 3 possibilités. والسادس 3 possibilités. بيطلع الجواب 3 puissance 6 يعني 729. يعني مثلا أول بول راحت على الـ U، الثاني على الـ W، الثالث عندها ثلاث خيارات راحت على الـ U، الرابع على الـ V، الخامس على الـ W، والسادس على الـ V. فإذا الجواب 3 puissance 6. الفكرة وين؟ الفكرة نحن عم نقول في عندي 729 طريقة يعني 3 puissance 6 لوزع 6 بول على 3 urnes U V W. بس ولكن نحن حسب الضوني انه الأورن اي أورن الـ U او الـ V او الـ W ممكن يساع ماكسيموم بالأكثر 4 بول. فالفكرة انه نستثني الحالات ساعة ما بيكون عندي 6 بول موزعين او موجودين بنفس الأورن، ويجب كمان ايضا بدنا نستثني الحالات ساعة ما بيكونوا 5 بول موجودين بنفس الأورن. فإذا عم نقول في عنا 729 أو 729 توزيع ممكن للسيس بول على 3 أورن U V W. رح نعطي مثل من هالتوزيعات. مثلا الآن ممكن يروح للـ U، 2 للـ U، 3 للـ U، 4 للـ U، 5 للـ U، و 6 أيضا للـ U. وطبعا نحن هلا بالإتاب 2 بدنا نستثني هالتوزيع هيدا لأنه الـ U ما في ساع إلا 4 بول. إذا عدد التوزيعات الممكن 729. بـ 729 طريقة ممكن نوزع 6 بول على 3 أورن. رح نعطي مثل أيضا من هالتوزيعات. الكاتر عم بيروح للـ V، السيس عم بيروح للـ V، 3 عم بيروح للـ V، الآن عم بيروح للـ V، 2 عم بيروح للـ V، و 5 عم بيروح للـ W. ونحن نعلم إنه الـ V ماكسيموم ممكن يساع 4 بول، في بقلبه 5 بول. فإذا بالإتاب 3 بدنا نستثني هيدا التوزيع. رح نروح للإتاب 2. إتاب 2 أيضا supposons que chaque urne peut contenir les 6 boules. De combien de façons بدنا نسأل حالنا سؤال. De combien de façons peut-on placer les 6 boules dans une même urne? Le nombre de façons de placer les 6 boules dans une même urne est. بداية خليني أقول الجواب intuitive بسيط جدا.
بكم طريقة ممكن أنا يكون السيس بول موزعين بنفس الأورن؟ طبعا بثلاث احتمالات، لأنه أو بيكونوا السيس بول موجودين بالU أو بالV أو بالW، يعني نحن أمام ثلاث احتمالات. ممكن نعبر بهالطريقة، بداية رح ناخد السيس بول، رح ناخد سيس بول. طبعا بكم طريقة بختار أنا سيس بول من أصل سيس بول، شوا أو كومبينيزون سيس بول بارمي سيس بول، كومبينيزون سيس إليمون بارمي سيس إليمون. بعد ما اختار السيس بول بدي وزعن داخل الأورن، فإذا هو سيس بول بدنا نسأل حالنا سؤال، بكم طريقة ممكن يتوزعوا داخل الأورن أو الU أو الV أو الW؟ نحن أمام ثلاث احتمالات، أو برميهن بس بالU أو بالV أو بالW، فإذا فوا تروا جواب إيجال تروا، ومثل ما حكينا الجواب بسيط جدا بثلاث احتمالات. طبعا أيضا ممكن نعبر بأسلوب آخر باستعمال البرانسيب ملتيبليكاتيف. خليني أقول أنا في عندي سيس بول، أول بول عنده ثلاث خيارات، فإذا il y a trois façons de placer la première boule، أول بول في عندها ثلاث احتمالات، تاني بول بدها تروح معه ما عنده إلا خيار واحد، فإذا الأول تروى تاني فوا أن ما عاد عنده خيارات إلا خيار واحد يلحق أول بول، الثالث كمان أن بده يلحق أول اثنين، الرابع بده يلحق أول ثلاثة فوا أن، فإذا تروى فوا أن فوا أن فوا أن فوا أن فوا أن، طبعا حسب البرانسيب ملتيبليكاتيف، وبالتالي بيطلع الجواب إيجال تروى. Étape 3. Aidan, supposons que chaque urne peut contenir les 6 boules. Maintenant, nous allons faire un question. De combien de façons peut-on placer 5 boules dans une même urne et une boule dans une autre urne? En utilisant le principe multiplicatif, le nombre de façons de placer 5 boules dans une même urne et une boule dans une autre urne est. فإذا عندنا 6 boules و عندنا 3 urnes U, V, W. بداية بدنا نسأل حالنا سؤال، مين هن الخمسة بول اللي ممكن يكونوا بنفس الأورن أو بالU أو بالV أو بالW؟ رح نقوم نحن بالاكسبيريونس، بداية رح نروح نختار بداية خمسة بول من أصل سيس بول، رح نختار خمسة بول، هيدي الإتاب الأول. بكم طريقة أنا بختار خمسة بول من أصل سيس بول؟ شوا 5 parmi 6، كومبينيزون 5 parmi 6. عم بستعمل كومبينيزون طبعا لانه هلا انا ساعة ما بدي وزع او بدي احط الخمسة بول بأورن U او V او W، ترتيب البول داخل الأورن منه مهم، يعني الاوردر منه ضروري منه مهم، وبالتالي انا بكم طريقة ممكن اختار خمسة بول من اصل 6 بول؟ شوا 5 parmi 6. فإذا صار عندي خمسة بول، بكم طريقة الآن ممكن وزع الخمسة بول هو على الأورن U, V, W؟ بدي حطهم بنفس الأورن، أنا أمام ثلاث احتمالات، هودي الخمسة بول ممكن حطن أو بالU أو بالV أو بالW، فإذا فوا تروا فوا تروا. مثلا رح نفترض انه هول الخمسة بول رح نعبيهن بالU، رح نعبيهن بالU. بعد في عندي هيدي البول اللي بتحمل الرقم 3، كم احتمال بعد عندها؟ فإذا عم نقول الخمسة بول موجودين بالU، هيدا البول اللي بضل برا عنده احتمالين، أو بنحطه بالV أو بنحطه بالW، فإذا فوا 2. فإذا الجواب كومبينيزون 5 parmi 6 فوا 3 فوا 2. الإتاب 4 اللي هو الإتاب الأخير، حكينا الفكرة. فينالمون بويسكو شاك أورن بي كونتينير أو بلوس 4 بول،
Faizan, alors le nombre de façons de placer les 6 boules dans ces 3 urnes est 3 puissance 6. En 3 puissance 6, afteradna quelle urne moumkin yser 6 boules. 3 puissance 6, les 729. Badna nistasni l'halet, moins. إذا كان السيس بول موجودين بنفس الأورن اللي هن ثلاث حالات موان تروا وأيضا بدنا نستثني الحالات ساعة ما بيكون عندي 5 بول موجودين بأورن والبول السادس بأورن مختلف وبالتالي موان كومبينيزون 5 بارمي 6 فوا 3 فوا 2 الجواب النهائي بيطلع 690.